أهلا بحضراتكم في هذه التغطية المفتوحة دائما على شاشة إكسترا نيوز. ما فيش أبلغ من الرد العملي على المشككين وأعداء الوطن أنه هذا الرد يكون بالافتتاحات المتوالية لمشروعاتنا القومية اللي دائما ما بتورينا حجم التنمية اللي بتحصل في البلد، وأيضا قدرة الدولة على إنجاز المشروعات بإرادة سياسية حرة. النهاردة افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المدن وعدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد. شملت هذه الافتتاحات افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد وأيضا محور 30 يونيو وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضا تم افتتاح مشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة. في هذا الإطار أيضا أعلن الرئيس إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل. على كل حال، حول الأبعاد السياسية للمشروعات اللي افتتحها الرئيس النهاردة حيدور حوار مع ضيفتي في الاستوديو الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منورانا على إكسترا نيوز. شكرا. يعني في البداية خليني أتكلم مع حضرتك عن المشروعات اللي تم افتتاحها. كل مشروع من المشروعات اللي بيتم افتتاحها على أرض مصر حضرتك عارفة إن هي محتاجة سنين من الإنجاز، ولكن دائما في مثل هذه المشروعات عند الإعلان عنها ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويوجه بسرعة إنجاز هذه المشروعات. خليني أتكلم مع حضرتك عن هذه السرعة، تفسري إيه يا فندم السرعة في الإنجاز والجودة والإتقان في هذه المخرجات؟ أعمل إيه؟ إزاي تفسري يا فندم هذه السرعة أو عمليات السرعة في الإنجاز؟ أفسر بأن إحنا عندنا رئيس بيوصل مصر، يعني عارفة بيجيب الأطراف اللي كانت مرمية كده بعيد، بيخلي مصر واحدة. إحنا النهاردة أنا مش قادرة أقول لك، أنا النهاردة وأنا بتفرج على التلفزيون حسيت إن أنا طايرة من الفرح. طبعا. ليه؟ لأنه إحنا جات لنا فترة سودة ربنا ما يعيدها، كانوا بيقولوا ولاية سيناء، على اعتبار إن إحنا عبال ما نروح سيناء خدي بقى عندك عد. يعني النهاردة أما تشوفي منظر الطرق ومنظر الكباري اللي اتعملت والتواصل بين المصريين، يعني أنا النهاردة أقدر أروح العريش وأتكلم مع إخواتنا اللي في سيناء، وأقدر أروح في أي حتة في الجنوب. طبعا. في هنا بقى في، يعني في، انت عارفه زي الجسم، ها، لما كل شرايينه تشتغل مش تتعطل، كل شرايين مصر اشتغلت بخطه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو هكرر تاني ولن امل من تكرارها، لان دي اللي فتحت لي يعني النافذه على ان انا اعرف مين الراجل ده واي ايه معدنه. قال ان الاراده المصريه لن تعلو عليها اراده اخرى. طبعا. كيف لن تعلو عليها؟ انت النهارده لو عندك مشكله في العريش وانت في بورسعيد عايزك 3 ايام كنت عشان تروح، النهارده لا، يمكن ساعه ولا ساعه ونص، معرفش انا يعني. بس ده راجل، يعني هو في جسم يمشي من غير شرايين؟ هو بيحط شرايين لمصر وبيحييها تاني. فهو ده اكبر واعظم انجاز، وده في رد يخرس السنه اللي كانوا طول النهار متنطعين واحنا ناقصين طرق. ناقصين طرق لان ما فيش دوله محترمه ما فيهاش تواصل بالطرق، ما فيهاش بنيه اساسيه. بالظبط كده. وانت لما زي ما كنت بقول دايما، لما يجي لك واحد عايز يستثمر هنا في مصر وبعدين يمشي يقعد ساعه في 2 كيلومتر كده يرجع تاني، ليه؟ انت كده فتحت، يعني فتحت كل الابواب والنوافذ المصريه ودخلت النور. دي حاجه من حيث الطرق والكباري والحاجات دي. يعني بعدين في حاجة تانية، هذا الرجل يؤمن بإنسانية الإنسان المصري. طبعا. إيه بقى أهم حاجة في إنسانيته؟ إن يبقى عنده صحة، إن يبقى مش مريض، إن يبقى مش متكوم كده ومش قادر يقوم. إن يبقى 10 مليون عندهم كان ولا 15 مليون معرفش كان عندهم فيروس سي، يعني معناها إنهم محكوم عليهم بالموت، دي معروفة يعني. واللي محكوم عليه بالموت هيشتغل إزاي ولا هيعمل إيه؟ فهو يبقى من ناحية هو متدمر نفسيا، ومن ناحيه تانية مدمر ذويه، لانهم كلهم قاعدين بيشوفوا مش عارفين يعملوا ايه، وكان لا علاج له الفيروس سي. احنا النهارده مش بس انجزنا في مصر بفضل هذه القياده اللي موجوده عندنا النهارده، احنا النهارده بقى لينا رصيد بره في ان احنا نقدر نقاوم الفيروس سي بوسائل
حديثة وناجعة جدا. مش فيروس سي بس أستاذة فريدة، يعني منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم كان في مشروعات كثيرة، مشروعات قومية في مجال الصحة فقط. لو كنا بنتكلم على فيروس سي، لو كنا بنتكلم عن منظومة الصحة الشاملة اللي رئيس عملها. منظومة ما هو لا، ما أنا بقول لك احنا بناخد حتة لما دي بتوري لك على طول طبعاً. هو رايح فين؟ هو رايح كان لتنظيم منظومة التأمين الصحي الشامل، ودي لا تتخيلي الأمان اللي ممكن تديه للإنسان، الأمان اللي ممكن تديه للأب والأم بالنسبة لأولادهم، بالنسبة لأبائهم وأمهاتهم لو كانوا عجزوا كده يعني. طبعا فالتنظيم الشامل ده يعني أنا هقول إنه يعني قمة الإنسانية، بس مش إنسانية يعني إحسان، لا مش مادية، لا إنسانية معترف بيها ومستحقة للمواطن المصري. صحيح، ده من حقه. فإحنا كان في إهمال جامد جدا في جانب الصحة يعني. فالحمد لله دي منظومة التأمين الشامل دي، بقولك دي التأمين الصحي دي مش قادرة أقولك مهمة قد إيه. يعني أنا مثلا لما أحس إن أنا لو عييت أو لو حصل لي حاجة هتعالج، بغض النظر بقى إني ما معيش فلوس ولا حاجة، دي ما تتصوريش تدي امان قد ايه للانسان. الفكره كمان استاذه فريده، لو جينا نتكلم بس على ما يتعلق بالقضاء على فيروس سي في مصر، ممكن اي حد بسيط لو جه يتكلم معانا هنقوله طب هو الدوله عايد عليها ايه بانها تعلن ان مصر خاليه من فيروس سي، غير ان الرئيس او رئيس عبد الفتاح السيسي بيفكر في الجانب الانساني من المجتمع المصري، بان هو يناشد كل المصريين بضروره الخضوع للقضاء على فيروس سي. وبعد كده بدا الموضوع يتحط على البطاقه، انه تجديد البطاقه لازم يبقى فيها بالزبط. انه نكشف على ما يتعلق بفيروس سي. فهو الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نيجي نفكر ان الدوله غير عائد عليها اي شيء مادي من القضاء على منظومه او القضاء على فيروس سي تحديدا، غير الجوانب الانسانيه للانسان، لا مصر. عائد عليها ان ولادها اصحاء بالظبط، ان اللي كان بتكوم ومش قادر يقوم يروح يجيب لنفسه كوبايه ميه، ده هيبقى بكره بيشتغل وبينتج، لان انت عندك مشروعات النهارده لا اول لها ولا اخر طبعاً. عشان تنتجي، وانت مش هتعيشي من غير انتاج. يعني انا اللي نفسي اقوله انه فيه يعني لازم يبقى فيه تركيز اعلامي وتعليمي وثقافي وكل اللي انت عايزاه في اهميه انك انت تبقى انسان منتج. لان انت لما تنتج، طب ما انت لما احنا كلنا ننتج هنعمل اكتفاء ذاتي وهنصدر وهنستورد وهيبقى عندنا فائض، وكل سنه هتبقى الرفاهيه اكتر. طبعا دي حاجه مش شويه، دي حاجة مش شوية بعد التدهور اللي وصلنا له. يعني احنا كنا وصلنا لحالة يعني الحقيقة، يعني انا لما كنت ببص كده ان انا ما اقدرش اروح محافظة الا بعد مش عارف كم ساعة، جامدة صحيح. يعني وفي طيب كمان حكاية السكة الحديد اللي طبعا وعلى كل افريقيا كمان هتكون. طبعا هنتكلم عن هذه المواضيع بشكل مفصل اكثر تفصيلا، بس حابة اتكلم مع حضرتك ايضا على سرعة الانجاز. يعني لو اتكلمنا عن قدرة الدولة على انجاز المشروعات العملاقة بقرار من الدولة وقرار من ارادتها السياسية، هنقول ايه استاذ؟ هقول ان دي دولة مخلصة، لأن كل الناس اللي كانوا موجودين قبل كده والمدة 50 سنة فاتوا ما شفناش مشروع واحد. صحيح، ما شفناش أي حاجة. يقول لك لا الدولة تبقى بعيد، الدولة مشيت اتسحبت قالت باي وراحت نامت. شفنا إيه؟ شفنا تدهور في كل مناحي الحياة، شفنا تدهور في كل حياتنا، صحيا تعليميا إنسانيا، حتى من حس أخلاقنا اتغير فيها كتير قوي. طبعا لانه ما بقاش المناخ المحترم بتاع انك انت انا بحترمك عشان انت عضو فاعل في المجتمع، انت منتج، لا ما بقاش ده. النهارده لا، النهارده احنا بنيجي يعني في قياده مؤمنه بان انا عشان ابقى دوله كل الناس تحترمني. صحيح انا ليا تاريخ عريق وليا ماضي قريب برضو عامل لي رصيد في افريقيا وغيره ايام عبد الناصر وكده، لكن ده ما اقدرش، ده رصيد ما اقدرش استنفذه وخلاص. صحيح، بضيف له الراجل ده بيضيف. هذا القائد بيضيف لينا وبيضيف لحياتنا وبيضيف لبلدنا، بيضيف قيمه ليا انا كانسان مصري.
يمكن حضرتك فكرتيني بكلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد المؤتمرات الصحفية لما كان بيناشد الشعب المصري إن هو يقف جنبه لبناء هذه الدولة ولإضافة هذه الدولة. يعني هو اتكلم وقال بمنتهى الصراحة، طب ما أنا ممكن كل هذه الأموال اللي بتصرف على المشروعات القومية نحطها في الاحتياطي النقدي للدولة ولا نقوم بعمل هذه المشروعات القومية وتفضل مصر زي ما هي. لا مش زي ما هي. بصي أقول لك على حاجة، الحاجة ما فيش حاجة اسمها ثابتة كده دولة، لو فضلت ثابتة بتنحدر، يا إما تطلع تصعد يا إما تهبط، فهو اختار الصعود. صحيح. لأنه لما فضلنا كده بقينا نتآكل، كل حاجة عندنا تآكلت، سكة الحديد عندنا باظت، الأتوبيسات اللي أنا كنت بطلع من بيتنا في باب اللوق لغاية جامعة القاهرة بقرشين ساغ في الأتوبيسات بتاعة الدولة. أه والله تتحكي، تلاقيك عمرك ما شفتي قرش ساغ. لا يعني في نقلة، رجعنا تاني. أنا النهاردة حسيت إن أنا يعني إن شاء الله يعني ربنا يديني لأي عمر هو عايزه، بس لو هموت بكرة هموت وأنا مطمنة، وهموت وأنا عارفة إن بلدي في 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 يعني في الصعود. طبعا. طيب يعني طبعا حضرتك شفتي النهارده كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح هذه المشروعات في بورسعيد، ايه اللي استوقف حضرتك يا فندم؟ اللي استوقفني ان هو يعني رجل قد كلمته، انت عارفه لما الراجل جه وقال لك احنا هنخلي مصر دي مش قد الدنيا، ام الدنيا. فهو فعلا ده مش كلام بقى، ده مش شعار، ده واقع بيعمله. النهارده هو فعلا بيأسس لمصر أم الدنيا. يعني هو كده. يعني هي دي وقد الدنيا. يعني قد إيه الكلمة دي بتغيظ يعني قنوات الإخوان وجماعة الإخوان الإرهابية؟ بيتجننوا. ليه بقى؟ لأن هم كانوا النهاردة، الأجمل حاجة إن كل حاجة كانت متصورة. أنت النهاردة عايز تقول لي إن كل ده أنا يعني هو نعمة؟ مش شايف ده؟ طبعا. يعني طيب انا هتكلم مع حضرتك برضو بشكل مفسر اكتر، ولكن يعني خلينا نرجع لموضوع التامين الصحي الشامل كونه احد اكبر المشروعات القوميه اللي انجزتها الدوله المصريه. يمكن الرئيس اكد النهارده ان نجاح المنظومه دي متوقف على شقين. تحدث ان الشق الاول بيتوقف بالحكومه وهي ملتزمه بتوفير التمويل اللازم من طرفها. اما فيما يتعلق بالشق الثاني فهو متعلق باداء والتزام المواطن بدفع الاشتراكات ليه ولاسرته علشان نضمن نجاح هذه المنظومة. تعالوا نسمع مع حضراتكم الرئيس قال ايه في هذا الشق ونعود للتعليق. بقول لكم من دلوقتي وسجلوا عليا عشان ممكن اكون موجود او مش موجود في يوم من الايام للموضوع التأمين الصحي الشامل. وانا بقوله لأهل بورسعيد، احنا الموضوع ده مرتبط عشان ينجح جزء الدولة بتقوم بيه واحنا ملتزمين ان احنا نقوم بيه طبقا للتخطيط والفكرة والاساس اللي اتبنى عليه التأمين الصحي، وجزء على المواطن. وانا بقول لكم كده ليه؟ عشان ما فيش حاجة تفشل. اتفقنا مع بعض على الصراحة والشفافية والصدق الكامل في جميع الاحوال. في جزء الدولة حطت رقم لتغطيته، لكن في جزء على المواطن. وانا بقول للمواطن وبسمعه، المواطن كان بيدفع الاول لنفسه هيدفع لنفسه ولاسرته، مش كده يا دكتوره؟ ايوه فندم. لان ساعه لما بنيجي نقول ان الموضوع ده عشان ينجح، في جزء الدوله هتقدمه بلا تردد لانه متخطط ومحطوط له الميزانيه بتاعته، والاشتراكات اللي هي المفروض تتخصم من المواطنين اللي هيقدم لهم الخدمة. معانا للتعليق على الهاتف الدكتور اسلام ابو سيف نائب رئيس هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني انا اسفه يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني الرئيس اكد النهارده على دور الدوله واعلن الحقيقه التزامها بدورها، وايضا يعني الدور اللي بتقوم به الدوله في الفتره الماضيه في انجاح هذه المنظومه، لكن كيف نضمن التزام المواطن بدوره او بالشق المتعلق ليه بنجاح هذه المنظومه؟ الحقيقه المواطن هنا ليه دور مهم، الدور جزء منه جزء تمويلي، والجزء الثاني هو جزء ان المواطن نفسه لازم يكون ايجابي. بمعنى إيجابي بمعنى أن المواطن لازم يروح يسجل نفسه، يختار الوحدة الصحية، وحدة الرعاية الأساسية اللي هيكون قريبة من محل سكنه
عشان يروح يسجل نفسه هو واسرته ويفتحوا ملف طبي او ملف الاسره اللي هو دي بياناتهم او معلوماتهم الطبيه الاساسيه. فدي حاجه. الحاجه الثانيه انه لازم يبدا يشترك في النظام ده لو جوه مش من الموظفين او العاملين المؤمن عليهم. العاملين المؤمن عليهم هيبقى الاشتراك بتاعهم اوتوماتيك من المنبع من محل عمل. طب لو هو عماله حره او اعضاء المهن حره المفروض يبقى ايجابي ويروح يشترك. هو كده كده الاشتراك هيتم وقت ما يحتاج الرعايه. لو كان بقاله فتره ما اشتركش هيدفع الاشتراكات السابقه. هو كده كان لازم يشترك ويشترك وياخد الخدمه. يعني مثلا في النظام التامين الصحي القديم في عدد كبير من الناس مشتركين فيه ولا يستفيدوا من الخدمات دي. نعم. النظام الجديد هو احنا الهدف ان يبقى الخدمات الطبيه مربوطه بالجوده العاليه. فالناس مطلوب منها انها تبقى ايجابيه وتثق في النظام. عشان برضه نفهم الكلام اللي قاله فخامه الرئيس النهارده، هو نظام التامين الصحي الشامل الجديد بيشمل جميع المواطنين. التامين مش على الشخص، مش على الفرد، لا ده على الاسره. فلو واحد موظف مثلا هيبقى التامين هيقتطع من دخله. نعم. نسبه عن نفسه وعن زوجته وعن اولاده وعن اللي بيعولهم عن الاسره. فهو يشمل الجميع علشان هدفه الاساسي هو انه يشيل مخاطر الفقر اللي بينتج عن ان الناس تتعالج. يعني ممكن واحد يبقى مسطول ومجرد ان هو احد افراد اسرته يتعرض لمرض ممكن بيبقى من مواطن مسطول لمواطن فقير. نعم. علشان فهو النظام هدفه ده انه يشيل المخاطر دي عن الجميع. طبعا. كل المواطنين. هو نظام تكافلي قائم مصادر تمويله ثلاث كتلات. لغير القادرين، المواطنين غير القادرين بتموله الدوله من عوائد الضرائب ومستدانه الدوله، وثلث اخر بتاخده الدوله برضه، هي الدوله اللي بتجيبه من مساهمات متنوعه. نعم. زي السجاير والكارته او الحاجات اللي على الضرائب. نعم. الحاجات اللي زي طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت معايا عبر الهاتف الدكتور اسلام ابو يوسف نائب رئيس هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه، وايضا عبر الهاتف ينضم الينا للمزيد من المتابعه الدكتور احمد السبكي مدير مشروع التامين الصحي الشامل. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. يبدو ان الرئيس السيسي يعني حريص على نجاح منظومه التامين الصحي الشامل، ولكن السؤال لحضرتك كيف نضمن نجاح هذه المنظومه دكتور احمد؟ الحقيقه النهارده وانطلاقا من الكلام اللي السيد الرئيس قاله النهارده، نجاح هذه المنظومه يتوقف على عاملين اساسيين. عامل على الدوله اللي هي النهارده ملتزمه برفع كفاءه المنشات الصحيه وتوفير كافه التجهيزات الطبيه وغير الطبيه وتدريب الاطباء وخلافه، وده الدوله قامت بيه بشكل كبير جدا في محافظه بورسعيد ومنطلقه في الخمس محافظات مع بعض بالتوازي. صحيح. ايضا ملتزمه بجزء من تمويل هذا النظام زي ما قال الزميل العزيز الدكتور اسلام دلوقتي في المداخله مع حضرتك. وهو يقدر بحوالي من 30 ل 35%. نعم. وهو تحمل من الدوله لغير القادرين. اما بالنسبه للمواطن فعلى المواطن ايضا ان هو يحسن استخدام هذه الخدمه، علشان في الاخر يعني هذه المنشات هي ملك للمواطن وملك للمواطنين المصريين. وايضا المواطنين القادرين من القطاع غير الرسمي عليهم النهارده ان هم يستجيبوا لدعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. ان احنا ندخل، لان احنا جزء برضو من تمويل هذا النظام بالاشتراكات والمساهمات اللي بيتم تحصيلها مقابل الخدمات الصحيه لي ولاسرتي. طيب دكتور احمد، بما ان يعني منظومه التامين الصحي تم اطلاقها الان بعد التنفيذ التجريبي لتنفيذ صحيح على ارض الواقع، خليني اسال حضرتك انه كان في اصلا منظومه تامين صحي، ولكن حتى يفهم من يشاهدنا الفرق بين منظومه التامين الصحي اللي كانت موجوده والمنظومه التي متواجده الان واللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايه اللي هيحسه المواطن يا فندم بين المنظومه القديمه والمنظومه اللي تم البدء فيها بالفعل؟ طيب علشان اجاوب حضرتك طبعا اجابه تكون سهله على المواطن ان هو يفهمها، خلينا نقول ان اطلاق برنامج للتامين الصحي حدث في تاريخ مصر سنه 64 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. كان عدد المواطنين في هذه الفتره 26 مليون مصري،
النهارده احنا عددنا اكتر من 100 مليون مصري بالاضافه للمصريين في الخارج، بالاضافه للتغيرات اللي بتحصل سنويا او الزياده اللي بتحصل سنويا على هذا العدد. التامين الصحي سنه 64 كان بيغطي القطاع الحكومي فقط، وظهرت بعد كده عده قوانين لضم فئات اخرى زي القطاع الخاص، زي المراه المعيله، الاطفال دون السن المدرسي. كل الكلام ده يا فندم ادى الى تفتت الانظمه وتفتت القوانين اللي بتنظم عمليه التامين الصحي. نعم. نضيف الى ذلك ايضا ان مصادر التمويل حدث عليها تغير طفيف جدا في سنه 2017، وهذا التغير لم يواكب ايضا طموح المواطن المصري. ادى بقى ده كله في النهايه لايه؟ ادى ان صحيح النظام بيغطي 58% من المواطنين، ودي نسبه مش قليله، ولكن نوع الخدمات وجوده الخدمات والطريقه المواطن او الشكل المواطن بياخد بيه الخدمه هو شكل يعني ما بيرضيش طموح المواطن المصري بشكل كبير، خلينا نقول او نعترف بهذا الامر. صحيح. النهارده التامين الصحي الشامل هو نظام تم دراسته، والدوله طبعا كانت بتخطط لهذا النظام سواء كان تشريعيا من سنه 98 او من خلال الدراسات الاكتواريه اللي هي بتضمن بقى الملاءه الماليه لهذا النظام، وبتتطور مع التطور السكاني او زياده المعدل النمو السكاني سنويا. بدات تشوف والتجارب اللي حصلت في كل الدول اللي طبقت نظم صحيه للتامين الصحي في دولها، كل هذه العوامل بدات تدخل في خطه الدوله. ولما سياده الرئيس اخذ القرار ان شاء الله هيبقى في تطبيق لهذه المنظومه، تم اطلاق حزمه من المبادرات الرئاسيه زي مبادره 100 مليون صحه، وزي مبادره انهاء قوائم الانتظار ودعم صحه المراه وغيرها، علشان تشيل جزء كبير جدا من عبء تمويل هذا النظام. النهارده لما نيجي نقول سنه في نوفمبر 2019 مصر اطلقت التامين الصحي الشامل بشكل رسمي، النهارده في دراسه اكتواريه، في خدمات صحيه بجوده عاليه، في حريه للمواطن المصري في الاختيار ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، شكل جديد للحوكمه. يعني ايه؟ يعني ازاي هنقدر، مين اللي هيقدم الخدمه ومين اللي هيمول الخدمه ومين اللي هيراقبها، وكل الثلاثه دول مش نفس الشخص زي ما كان في، او نفس الهيئه زي ما كان في النظام السابق. في معايير للجوده بتضمنها هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه، كل هذه الامور ما كانتش موجوده قبل كده. صحيح. في النظام السابق، النهارده موجوده، بالاضافه الى التغطيه الشامله للمواطنين اللي برضو ما كانش موجود في النظام السابق، اللي كان بيغطي العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبعض الفئات، وكان وحدته هي الفرد. النهارده الوحده هي الاسره اللي متغطيه بالكامل من الجد للحفيد. طيب دكتور احمد، خليني اختم مع حضرتك بهذا السؤال اذا سمحت. يعني احنا كان عندنا مشكله دايما في مصر فيما يتعلق باستمراريه نجاح اي مشروع يتم العمل به، او استمراريه نجاح اي منظومه بيتم اطلاقها. النهارده الرئيس اتكلم وقال ان احنا عشان ننجح منظومه التامين الصحي الشامل ففي جانبين، الجانب الاول بيتعلق بالتمويل من قبل الدوله، والجانب الاخر بيتعلق بالمواطن في مساعده الدوله لنجاح هذه المنظومه. من وجهه نظرك يا فندم، ما هي ضمان استمراريه نجاح منظومه التامين الصحي؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك، اولا من ناحيه جوده الخدمات ففي هيئه مستقله تابعه للسيد رئيس الجمهوريه مباشره. هذه الهيئه تتمتع بالاستقلاليه الكامله والشفافيه والقوه، وبتراقب الخدمات الصحيه وبتراقب مقدمي الخدمات علشان تضمن للمواطن جوده الخدمات طبقا للمعايير. يبقى ده فيما يخص تقديم الخدمه. فيما يخص تمويل الخدمه، النهارده زي ما سياده الرئيس زي ما قلت لحضرتك، النهارده عندنا صحيح النظام الزامي وبيغطي كل المصريين، ولكن احنا عندنا جزء في المجتمع المصري، ومش بس في المجتمع المصري، في اي دوله في العالم هذه المشكله موجوده، وهو القطاع الغير رسمي. النهارده كانت الرساله واضحه، هذا القطاع لابد ان هو يعني ينضم بشكل او باخر لمنظومه التامين الصحي الشامل، لان ما فيش حد فينا مش معرض للمرض، وبالتالي هو ده كان الجزء وراء ان احنا النهارده كمواطنين لابد ان احنا نكون طبعا ايجابيين، ولابد ان احنا نشارك في هذا. انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معايا عبر الهاتف الدكتور احمد السبكي مدير مشروع التامين الصحي الشامل. برجع لحضرتك مره ثانيه استاذه فريده، يعني يمكن الرئيس قبل كده اتكلم كذا مره وقال، ويمكن هي دي الكلمه اللي هاجت عليها قنوات الاخوان الارهابيه، لما قال هتدفع هتاخد حاجه كويسه. طبعا. عايزني اعمل لك مشاريع قوميه تستفيد منها، لازم المواطن يشارك سواء معنويا او ماديا في هذه المشروعات. النهارده الرئيس اتكلم بمنتهى الشفافيه والصراحه
بصراحة أنه أيضا المواطن المصري لازم يساعد الدولة في إنجاح منظومة التأمين الصحي، سواء بالالتزام بالخدمات اللي بتقدمها أو عن طريق التمويل أو دفع هذه الاشتراكات. عايزة أتكلم مع حضرتك في هذه النقطة. أنا أولا عايزة أقول لك أن في الستينات كان في تأمين صحي شامل، وكنا أنا دخلت المستشفيات وعملت عمليتين جراحيتين في الستينات وما دفعتش ولا مليم، لكن كان بيتخصم مني من مرتبي، وده بعد كده طبعا أنا سبت هنا وما أعرفش حصل إيه. لكن عايز أقول لك إن وأنا في فرنسا في على حسب المرتب بقى، مش على حسب يعني عندك كام طفل ولا كده، طبعا كل دولة ليها ظروفها طبعا. فعلى حسب المرتب لو أنا باخد مثلا 10,000 فرنك بيبقى في 1,000 فرنك للتأمين الصحي، لو أنا باخد 20,000 يبقى في 2,000، يعني في نسبة على حسب المرتب، وعلى حسب المرتب ويكون في جدية في المرض، مش كده هو يعني راسي توجعني فاروح المستشفى لا. فالإنسان لازم يتحمل مسؤولية نفسه إلى حد ما. ما هو أنا لو أنا بعرف إن الدولة بس هي اللي بتدفع كله وأنا ما بدفعش ولا حاجة، ما انا اروح بقى انط من مش عارف منين. ده في اكبر الدول استاذه فريده، يعني الولايات المتحده الامريكيه كله. دايما بيتكلموا ان التامين الصحي غالي جدا، انه يعني كله. الناس هناك بتحاول انا اعرف ناس هناك بتحاول ان هي حتى ما تعياش عشان ما تدخلش بالزبط. المستشفيات هناك عشان يعني المبالغ الماديه اللي بيتم دفعها كبير. ما انا عايز افهم بقى يعني قنوات الاخوان رايهم ايه، يعني ان احنا كلنا ال 100 مليون كده عبد الفتاح السيسي يشيلهم على ظهره ويمشي ازاي يعني؟ يعني ما هو في ناس بتقول كلام يعني فعلا كلام يعني ملوش اي علاقه لا بالمنطق ولا بالاخلاق ولا بالقيم ولا بالصدق ولا بالامانه. صحيح. يوروني دوله واحده في العالم فيها تامين صحي المشمول بالتامين ما بيدفعش، يجيبوا لنا دوله واحده حتى عند الخواجه بتاعهم اردوغان. لا طبعا كل الدول يعني مش معقول الكلام اللي بيقولوه. ليه بقى؟ لانه انت يعني ده جهد بتعمله الدولة. أنا رأيي أنه رائع أن الدولة يعني بتدفعني حاجة صغيرة كده، لا وبتاخد من مصادر أخرى مثلا ضرائب وكده وبتاع، لا بس دي حاجة ملتصقة بحياتنا، أن الواحد يبقى مريض فيقدر يتعالج. وكل دولة عشان تنجح لازم تبقى إيد بإيد مع الحكومة السياسية أو الإرادة السياسية. هو اللي هيجننهم أن الناس هنا مؤمنة بالراجل ده ومؤمنة بقيادته ومؤمنة بأنه هو هيتخلي بلدنا تطلع يعني زي ما قال كده تبقى قد الدنيا إن شاء الله. طيب خليني أعود مرة أخرى لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في افتتاح هذه المشروعات القومية في بورسعيد. الرئيس السيسي قال النهاردة نفذنا مشروعات قومية بقيمة 200 مليار دولار خلال 5 سنين، وقال كمان لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية إلا واقتحمناه. خلينا نسمع الرئيس قال إيه ونرجع نعلق. ما فيش قطاع من قطاعات التنمية في مصر أو قطاع من قطاعات العمل المطلوبة في مصر إلا ما اقتحمناه. اوعوا تتصوروا إن حكايتنا شبكة طرق، لحسن تبقى إيه. أنا عايز أقول لكم شبكة الطرق دي في البنية الأساسية هي جزء يعني متواضع جدا جدا، بس أنتم منكم شايفينه على طول متصورين إن هو لا لا لا، ده الموضوع كبير قوي. واحنا بنتكلم زي ما كنت بكلم دولة الرئيس من كام يوم، احنا بنتكلم في الاربع خمس سنين دول في 4 تريليون جنيه، يعني اكتر من 200 مليار دولار، وانا ذكرتهم في المؤتمر الاقتصادي. طيب أستاذة فريدة، هل كون مصر يعني عندها نظام سياسي مستقل في قراراته مستقر يعني في أي حاجة بياخدها بيخلي الدولة تكون عندها قدرة أكبر على الإنجاز والإنتاج؟ طبعا، لان هنا بتضمن ولاء الشعب وبتضمن استعداد الشعب لانه يقف وراها ويسندها. يعني هي الدوله لما بتبقى، انا لما احس ان الدوله مش دولتي خلاص بقى اقول لك يلا يحصل لها اللي يحصل لها، لكن لما احس ان الدوله دي بتخدمني انا وبتخدم الاجيال اللي جايه، يعني احفادي او حفيدي او يعني كده يعني او يعني ابني وحفيدي وكده، انا طبعا ابقى معاها. هو ده هو تفتكري انت بكل الحرب الدائره على الرئيس السيسي ده ايه؟ ده حتى من اول يوم جون ماكين الله بقى يحاسبه لانه في الاخره دلوقتي قال لن نسمح بظهور ناصر اخر،
عشان كده لما الاستاذ السبكي دكتور السبكي اتكلم عن الستينات انا افتكرت انا تعالجت في الستينات صحيح. بس ما تقعديش تحسبي بقى لا مش هحسب ربنا يدي حضرتك لا يعني عم. فعلا هذا الرجل تعرض الى اشرس حرب واجهها رئيس دوله يعني انا رايي ان الرئيس عبد الناصر الله يرحمه الف رحمه لانه كان زعيم ولانه كان يعني بيهز الدنيا كلها زي ما قال نيكسون لما قال ده بيحكم نص العالم بس الظروف ما كانتش زي دلوقتي لان دلوقتي اسوأ حاجه العامل اللي دخل وهو من ابشع ما يمكن يعني وملوش وصف غير الخيانه هو ان العدو بقى في الداخل العدو من ابن جلدك صحيح. العدو يعني من الاخوان جواكي يعني دايما بيقولوا انه اي حد بيمضي قدما في طريق النجاح والاصلاح دايما الهجوم عليه بيشتد فكل بالزبط. ما الهجوم اشتد كل ما تاكدنا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي والا ما كانوش هيهاجموا ليه اذا كان فاشل واذا كان مخلينا يعني جعانين وغلابه ومش لاقيين حاجه ما كانش هيهاجم لان هو ده اللي هم عايزينه طبعا طيب خلينا برضو يعني نعود لمقتطفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في حديثه الرئيس ايضا تحدث النهارده عن حجم الاعمال اللي اتعملت في المناطق الاقتصاديه وتحدث عن أوجه الاستفادة من أنفاق 3 يوليو ومحور 30 يونيو تعالوا نسمع سيادة الرئيس قال إيه ونرجع مرة أخرى للتعليق اللي احنا بنتكلم عليه ده حجم عمل ضخم جدا وحجم تكلفة كبيرة جدا كل الهدف منها ان احنا يعني نهيئ النجاح للمنطقة الاقتصادية اذا كنت انا ممكن اقول الكلمة ديت في لينا كلنا اذا كنا عايزين نعمل منطقه اقتصاديه في الاربع مناطق صناعيه في الاربع مناطق اللي ذكرهم المهندس يحيى اذا كان شرق بورسعيد او في السخنه او شرق او غرب القنطره والاسماعيليه كان لابد ان احنا نعمل حجم العمل ده عشان يسهل حركه النقل من والى احنا بنتكلم في اموال ضخمه جدا تم انفاقها مش هيتم انفاقها تم انفاقها بالفعل يعني محور 30 يوليو اللي بنتكلم عليه ده اللي من بورسعيد واصل لغايه السخنه وده محور موازي لطريق الاسماعيليه بورسعيد يمكن بشكل او باخر والدكتور مصطفى يصلح لي اذا كنت انا بقول كلام مش كده؟ 8.5 مليار جنيه ده للطريق مش كده ولا فانا بس بقول لينا يا مصريين لما كان المشروع ده اتقال عليه من 15 سنه مش كده؟ تمام ولا اكتر؟ اللي هو المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس اتذكر واتطرح من 15 سنه طب ما اتعملش ليه؟ عشان هو كان مطلوب له بنيه اساسيه تخدم عليه بما فيه حتى تجهيز الارض شرق بورسعيد طيب أستاذة فريدة طبعا يعني في نقطة اتكلم عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة عند عرض هذه الخريطة للأنفاق اللي تم افتتاحها شفتي زي ما يكون شرايين فعلا هي دي اللي أنا عايزة اتكلم عليها في نقطة احنا عايزين نركز عليها يعني الأنفاق دي وربط سيناء بالوادي عبر الأنفاق هي أول مرة مسألة أمن قومي عايزين نفهم الناس ليه هي مسألة أمن قومي أستاذة فريدة أول مرة عايزين نقول للناس دي أول مرة سيناء بتتربط بالوادي منذ حفر القناة دي حاجة الحاجة الثانية ان انت عندك امن قومي لان سينا دي هي البوابة بتاعت اي عدوان بيجي علينا يعني الارهاب اسرائيل دي كانت الهدف فهو لما يجي النهاردة يبقى في انفاق بحيث ان بعد ربع ساعة تبقى سينا دي مليانة جنود مش زي الاول لما كنا ولازم طيارات ولازم مش عارف ايه ولازم يعني كان كأنها بلد تانية لان كان ممنوع حتى فيها اتفاقية كام ديفيد ممنوع نحط فيها الا هو النهارده الرئيس بيحط اللي هو عايزه وبعدين ما حدش يقدر يقول له لا لانه لا بيعتدي على حد ولا بيهدد حد هو بيبني بلدنا فيما يتعلق بسيناء تحديدا دايما بنتحدث فيها على ضروره مواجهه الارهاب في سيناء على الجانب الاخر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم كان في جنب عمليات القضاء على الارهاب كان في عمليه تعمير وتنميه في سيناء ازاي عمليات التعمير والتنميه ايضا هي سلاح في مواجهه الارهاب في سيناء هي السلاح الوحيد يعني اكتر من سلاح الجيش واكتر من سلاح الجنود وكده لا دي انت النهارده
لما يبقى عندك ناس ومودين وانت عندك مثلا من هنا لغاية وسط البلد ناس انت عارفاهم وما لهمش علاقة هيخشوا منين الجماعة الارهابيين؟ طبعا ما هو كانوا بيخشوا في الحتت لانه فاضي قدامهم، فاضي ومش ممكن سينا دي عشان تحط فيها تمليها جنود عايزالك مليون ولا حاجة كده يعني. فكده او على قد ما اتصور انا يعني، فهو كده النهاردة هو ده الضمان الوحيد. وغير كده كمان سينا انا سمعت الرئيس برضو بيقول ان فيها 400,000 فدان قابلة للزراعة. صحيح. يعني انت عندك كان انت عارفة كان عندك كنز كده كنت رمياه في الأوضة بتاعت بيسموها ايه؟ أوضة العفش ولا ايه؟ لا اللي بيحطوا فيها الحاجات اللي مش عايزينها يعني. ها؟ فمش معقول ليه؟ يعني ليه احنا الراجل ده بيستثمر كل حاجة حلوة في مصر وبيخلي يعني بيدور على كل ما يمكن أن يعلي شأن مصر، بيستغل خلينا نقول كل ذرة تراب على أرض مصر. طيب النهاردة وسط الافتتاحات اللي افتتحها طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في حديث لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وزير الإسكان قال أنه تم وجاري تنفيذ 292 مشروع لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بواسطة وزارة الإسكان بطول 5360 كيلومتر وبتكلفة بتقدر ب 39 مليار جنيه، وإن مدن الجيل الرابع الجديدة الجاري تنفيذها بترتبط بشبكة متكاملة من الطرق القومية. وقال كمان إن شبكة الطرق القومية بتضم تقريبا 11 محور عرضي وست محاور طولية، وإن شبكة المحاور الطولية والعرضية بتهدف لربط أقاليم مصر ببعضها وبمناطق التنمية المختلفة، ده طبعا من أجل الدفع بمعدلات التنمية بجانب الربط مستقبلا مع دول الجوار الإفريقي. تفاصيل أكثر عن محور 30 يونيو هنشوفها مع حضراتكم في هذا التقرير. على هذه الأرض الطيبة نحت النيل مجراه فانتشرت على ضفتيه شرايين الحياة، واتخذ المصريون من الوادي والدلتا محور ارتكاز تشعبت منه مسارات التنمية، لكن هذه الصحاري الشاسعة بقيت خالية من البشر إلا فيما نظر. كان لابد من صيغة جديدة لإعادة توزيع السكان حفاظاً على أمن مصر القومي، وآن الأوان لتفتح مصر مزيداً من الآفاق للانطلاق عبر المشروع القومي للطرق. إنجاز حضري عملاق تمثل في إنشاء وازدواج طرق جديدة بطول 4700 كيلومتر مع تطوير ورفع كفاءة 2530 كيلومتراً من الطرق. أمل جديد ساهم في ميلاد 30 تجمعا عمرانيا جديدا خلال 6 سنوات مضت، وأنعش 70 مجالا حرفيا بقطاع الإنشاءات والمقاولات مع تشغيل أعداد كبيرة من العمالة الدائمة والمؤقتة على مستوى الدولة. طرق سريعة تسهم الآن في نقل 20 مليون راكب يوميا و450 مليون طن من البضائع سنويا. منظومة كباري وأنفاق ومحاور صممت بأرقى المعايير العالمية لغزو صحاري مصر الشرقية والغربية بما يلبي الاستحقاقات المستقبلية لاستراتيجية مصر التنموية 2030. واليوم يتحقق الحلم بالانتهاء من إنشاء أحد أهم المحاور المرورية على أرض مصر، محور 30 يونيو، والذي تم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يتبعه 11 جهازا تنفيذيا منها جهاز تعمير سيناء والذي قام بتنفيذ المشروع، ركيزة أساسية لتحقيق متطلبات مصر التنموية بمحور قناة السويس، آلية مثالية لربط موانئ شرق وغرب بورسعيد دمياط الإسكندرية وخليج السويس، همزة وصل جديدة ينعقد عليها الأمل في تحقيق الربط الكامل بين سيناء
وكافة أرجاء مصر. مسار واعد لمد جسور التعاون المستقبلي على المحور الإفريقي البري. محور 30 يونيو، طريق حر مزدوج بطول 95 كيلومترا وعرض 80 مترا، ويحتوي 5 إلى 6 حارات مرورية في كل اتجاه بعرض 52 مترا وسرعة تصميمية 120 كيلومترا في الساعة. هذا بالإضافة إلى مدقين جانبيين لخدمة الأهالي ومناطق المزارع. يبدأ المحور من جنوب بورسعيد مارا بالطريق الدولي الساحلي بورسعيد دمياط، ليمتد جنوبا حتى علامة الكيلو 94 طريق القاهرة إسماعيلية الصحراوي، ويتكامل مع باقي أجزاء المحور الممتدة حتى طريق الجلالة، مشكلا بذلك أكبر محاور التنمية بمناطق القناة والبحر الأحمر وسيناء. ويشمل المحور مئات المنشآت والأعمال الصناعية، يتقدمها 17 كوبري، منها 11 كوبري لعبور المجاري المائية والسكك الحديدية، بالإضافة إلى 6 كباري عمودية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة، 18 نفقا لخدمة الكيانات القائمة على جانبي المحور، ومحطتين لتحصيل رسوم السيارات والشاحنات. إنجاز عملاق ما كان ليتحقق دون تضافر جهود 50,000 عامل من 30 شركة مقاولات وطنية، وتم فيه استخدام 2000 معدة من أجل حفر وردم وإحلال نحو 17,500,000 متر مكعب من الأتربة لتشكيل جسم الطريق. إرادة وطنية لولاها ما تمكن هؤلاء البناؤون العظام من تبني خيار التحدي للتغلب على كافة المعوقات. وسرعان ما دارت أعمال التكريك والتطهير والردم والإحلال في قطاع المحور ببحيرة المنزلة، هذا فضلاً عن تجفيف وحفر وتسليح التربة بنطاق المزارع السمكية، واستخدام 35,000 طن من حديد التسليح والبكيات المعدنية و44,000 متر طولي من الأساسات العميقة لتنفيذ الكباري، وتنفيذ 9 ملايين متر مربع من الأسفلت و400 كيلو متر طولي من الحواجز الخرسانية، وتجهيز الطريق بالعلامات المرورية واللوحات الإرشادية وإنارة الكباري بالطاقة الشمسية لضمان السلامة المرورية على الطريق. ملحمة مصرية بقيمة استثمارية بلغت 5,212,000,000 جنيه. منظومة هندسية تثبت كفاءة المهندسين والعمالة المصرية وإمكاناتهم الفائقة لتنفيذ العديد من المشروعات المثيلة في العديد من الدول العربية والإفريقية. أينما تنشأ الطرق توجد الفرص، تولد المشروعات التنموية والتجمعات العمرانية، يتعالى البنيان فيعاد بناء الإنسان، ويتحقق الأمان في كل مكان على أرض مصر. يعني واحد ازاي ممكن يشوف ده وما يحسش بفخر؟ صحيح. وما يفرحش. بس أنا عايزة أقول طبعًا حاجة للمسؤول عن إدارة المرور في وزارة الداخلية، أرجوه أنه يخلي الناس تراقب شوية عربيات النقل اللي بتمشي على الطرق الجميلة دي. مثلا يبقى هو حمولته اللي أنا سمعته يعني ممكن يتحققوا من ده، حمولته 5 طن يحط 50 طن علشان يوفر، فهو بيوفر ويكسر لنا احنا الطرق ويبوظ لنا الحاجات اللي عملنا فيها تضحيات. يعني تخيلي ان كل ده ما كانش موجود، لا العمال دول كانوا هيشتغلوا، ولا الالات دي كانت هتشتغل طبعا، ولا بحيره المنزله هتتطهر. على فكره بهدلوها بحيره المنزله، والبحيرات دي حاجه تسري البلد يعني وحلوه يعني طبعا. صحيح. فان شاء الله كلنا ناخد بالنا بقى من الحاجات دي. طيب خليني أتكلم مع حضرتك عن هذا المحور تحديدا، محور 30 يونيو. يمكن حضرتك قلتي في بداية الحديث أنه أي مستثمر بيأتي إلى مصر أول حاجة بيفكر فيها البنى التحتية في المدينة أو الدولة اللي رايح يستثمر فيها. محور 30 يونيو بيخدم 4 أقاليم تنموية، قناة السويس، الدلتا، القاهرة، البحر الأحمر. يا ترى هتكون إيه الأبعاد السياسية والقومية لهذا المشروع؟ ده دي أنا رأيي أن دي يعني لبنة من أهم الأساس لمصر الجديدة اللي جاية. ها؟ ليه بقى؟ لأن أنت النهاردة لما تيجي في المنطقة الصناعية بتاعة القناة ناحية القناة بيجي مصنع، أولا عنده عمال هنا، بيجي المصنع ده بيعمل بينتج اللي هو بينتجه يعني،
وبعدين عنده سهولة في النقل انه يروح يوزع جوه مصر. 100 مليون احنا سوق مش وحش يعني. وبعدين يطلع على افريقيا وبعدين ممكن يطلع على اوروبا. يعني اللي بيجي هنا لازم نحتاج البناء الأساسية، يعني محتاج طرق، محتاج وسائل مواصلات زي السكة الحديد مثلا طبعا. زي كل ده بيسهل. انت تجيبي واحد يجي يستثمر هنا ايه؟ يستثمر يقعد في حتة كده بعد ما يعمل بتاع يقعد يتفرج على المنتجات بتاعته. الدولة مهيئة للاستثمار اللي هو هيعمله طبعا. يعني انت النهارده الرئيس بيقول لهم تعالوا استثمروا عندنا، بس عشان يجذبهم فعلا وعشان يسمعوا كلامه ويلبوا نداءه وانهم يجوا فعلا يستثمروا عندنا لازم يبقى هيعرف يتصرف. ما يقعدش بقى في حته قد كده اهو وبعدين ما فيش لا عارف ينقلهم ازاي ولا عارف يصدرهم ازاي ولا ما ينفعش. طب خليني بقى ارجع للكلام اللي حضرتك قلتيه من شويه وهو وعي المواطن واهتمامه بالمشاريع القوميه اللي بتقوم بعملها الدوله طبعا. لما طلع محور رود الفرج وكان في رسوم اشتراكيه لدخول هذا المحور الدنيا قامت وما قعدتش، وقنوات الاخوان بدات تتكلم والحقوا دول بيدفعوا الناس فلوس عشان يدخلوا المحور ويروحوا في اي حته. هي دي بقى اللي انا عايز اتكلم فيها. أيوة. استاذ فريده، يمكن حضرتك قلتي دلوقتي ايضا انه لازم المواطن المصري ياخد باله من المشاريع القوميه اللي الدوله بتعملها لاستمراريه نجاح هذه المشاريع. طيب إذا كان المواطن المصري بيعتبر نفسه إنسان زي كل إنسان في العالم يبقى لازم يعرف، وإنتوا برضو وروا ده. أنا فاكرة يعني دايما في فرنسا مثلا كل كام كيلومتر بتدفعي تاني علشان بتطلعي من حتة مثلا افرضي مثلا 30 كيلومتر بتطلعي أنت بعد 30 كيلومتر افرضي بقى أنت غشاشة، أنا غشاشة مثلا وبكمل وحكمل 100 كيلومتر، لا كل شويه في نقطه نظام ونقطه مراقبه طبعا. طب ليه؟ لانه بيقول لك الله، طب احنا هنعمل صيانه للطرق ازاي؟ فين؟ ما هو لازم هو المواطن ده ايه بس؟ يعني عليه انه يبقى قاعد كده حاطط رجل على رجل؟ ما هو زي ما الوقت خاربين دماغه، يعني ادعي فانت تخف، ادعي فيجي لك اكل، ادعي فمش عارف، لا في حاجه اسمها دايما بكررها الآية الكريمة العظيمة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. طيب بعيدا عن محور 30 يونيو ايضا السيد الرئيس النهارده اتكلم عن انشاء مزارع سمكيه على مساحه بتقدر ب 19000 فدان شرق بورسعيد. ازاي ده يا فندم انعكس على تنميه الثروه السمكيه في مصر؟ لا ده ممكن ينعكس على الماء الثروه السمكيه بشكل رائع وجذري، بس ممكن كمان يحل مشكلة جامدة جدا للمواطنين المصريين في الأسعار. يعني أنا النهاردة أنا بلاقي مثلا، أنا واحدة من الناس اللي بلاقي إن السمك صحي أكتر من اللحمة، فبدل ما نبتدي نتشاكل على اللحمة ويوصل الكيلو مش عارف كام، لا في سمك، يعني في بروتينات، في حاجات بديلة، أنت عارفة طبعا. ما نبقاش إحنا قاعدين كده رقبتنا في إيد واحد مستورد وما بيعملش حاجة، بيستورد بس صحيح. أنت عارفة ايام الدكتوره فايزه ابو النجا ما كانت في التعاون الدولي، فراحت اتفقت مع وقتها مع اثيوبيا ومع السودان انها تجيب من عندهم ماشيه بتاكل برسيم، يعني غير مش باللي بتتحقن بهرمونات وكده. ففي واحد انا والله لو اعرف اسمه لاقوله، بس في واحد حلف اقسم انه ما فيش الحاجات دي مش هتدخل مصر، وما دخلتش مصر، وراح جاب لنا النفايات بتاعت امريكا اللاتينيه وبتاع. لا كان في تسيب وفي عدم انعدام ضمير وفي لا. دلوقتي الراجل ده مع الفريق اللي معاه يعني بيبنوا مصر اللي جايه، ومصر اللي جايه ما ينفعش تبقى غير كده طبعا. ويمكن ده اللي مضايق قنوات الاخوان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني اختم مع حضرتك بالنهارده ايضا الرئيس علق على انشاء 16 مجمع صناعي ضمن مبادره مصنعك جاهز بالتراخيص. مصنعك ايه؟ جاهز بالتراخيص، ده اسم المبادره. شوفي هقول لك على حاجه، الصين ايه اللي خلاها بقت دوله عظيمه كده؟ المشروعات الصغيره والمتوسطه. المشروعات الصغيره والمتوسطه، لدرجه ان حتى ان الست ربة البيت يعني اللي قاعدة في البيت بقوا يدوها مكنة تعمل حاجة. مش معقول الإنسان يبقى غير منتج، يبقى بس عبء على الآخرين. كل ما تنتجي كل ما يعني هتضمني تحسن في حياتك أنت في ظروفك الحياتية، وهتضمني تحسن لبلدك.
يعني ليه احنا نبقى قاعدين كده اهو ما نعملش حاجة؟ هو ده ليه؟ يعني يمكن كمان الرئيس اكتر من مرة اكد انه الخطر الحقيقي اللي بيهدد مصر هو ما يتعلق بالزيادة السكانية. طبعا ومع وجود زيادة سكانية في مصر اسمه الانفجار السكاني. صحيح. ومع وجود هذا الانفجار السكاني كان في انخفاض في نسبة البطالة المصرية، يعني معادلة من الصعب يمكن الوصول اليها، زيادة سكانية وانخفاض في نسبة البطالة. بس شوفي لازم نبتدي نفكر في تنظيم النسل. تنظيم محدش قال بتاعه. وبعدين انا بلاقي ان الأسرة اللي تجيب أطفال وهي غير قادرة على أنها تأكلهم وتعلمهم وتهتم بيهم بتاع، حرام عليها. يعني بس لا بيحتاج أستاذة فريدة يعني مواجهة فكرية أكتر من يعني هي عبارة عن أفكار وتقاليد وعادات عاش عليها المصريين لحد دلوقتي. لا إحنا ما كنا، مش قالك الدكتور السبكي كنا 26 مليون؟ يعني ده فجأة حصل انفجار سكاني لأن تفشى خطاب غريب جدا انه لا ما فيش حاجه اسمها تحديد نسل، هاتوا كل واحد بيجي ورزقه معاه. مش معقول يعني. خلينا نقول ان في الصين يعني من عمليات تحديد النسل لانه اول طفل ليه تامين صحي وبعد كده خلاص الدوله ملهاش دعوه بالطفل الثاني. في كثير دول عامله كده. الصين انت ما تقدريش، ممنوع الانجاب لاكثر من طفل طبعا. يعني ده كمان كتر خيرهم انهم بعد كده بيقولوا بس الطفل ده اللي الدولة هتهتم بيه والتاني لا. صحيح. طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت معايا في هذه الفقره الاستاذه فريده الشباشي الكاتبه الصحفيه، انا بشكرك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا نذهب الى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل التغطيه الاخباريه المفتوحه مكمله مع حضراتكم على اكسترا نيوز، ابقوا برفقتنا.